مشاهدينا ومعنا عبر الهاتف معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سيد أحمد الهناندة. أهلا بك سيد أحمد. سيد أحمد، يعني في البداية لو تعرفنا على قطاعات الإسناد المحلي وأيضا حجم الاستثمار يعني في هذا القطاع محليا. مساء الخير سيدي لك ولجميع الأخوة المشاهدين لقناتكم العزيزة. حياك الله. وبداية كان لنا شرف لقاء سيدي جلالة الملك في خصوص هذا القطاع المهم اللي حقق درجات نمو عالية جدا خلال السنوات الأخيرة، واللي وفر عدد كبير من الوظائف خلال فترة قصيرة وبأقل فترة ممكنة من التدريب للشباب لدخولهم في هذه الوظائف. الإسناد المحلي سيدي بتنوع، في عنا شركات محلية أردنية بتقدم خدمات ل عملائها خارج الأردن من بهذا النوع من الخدمات، وفي عنا شركات متخصصة بالإسناد المحلي موجودة في الأردن وبتقدم خدماتها، يعني شركات عالمية بتقدم خدماتها لعملائها أيضا من خلال مراكزها اللي موجودة داخل المملكة، وهناك شركات عالمية تدير مراكز إسناد محلي خاصة فيها كمان عاملة في الأردن. نعم سيد أحمد، أنا فقط للتوضيح يعني طبيعة عمل هذه الشركات، يعني طبيعة عمل خدماتها كيف تكون؟ هي تكون خدمات إسناد، يعني بمعنى هي مراكز خدمات عملاء. نعم. تقوم بالاستجابة إلى متطلبات العملاء العالميين اللي طالبين لهذه الخدمة، بالرد على استفسارات عملائهم ومشتركينهم أو المستفيدين من خدماتهم. قد تكون بسيطة كمركز اتصال، وقد تكون متطورة كخدمات دعم فني لشركات كبيرة مثل سيسكو أو مثل أمازون. نعم. طب حجم الاستثمارات يعني في القطاع محليا، يعني أنت تحدثت عن شركات عالمية تتواجد هنا في المملكة، وأيضا هناك شركات يعني محلية يعني قطاع الإسناد. صراحة سيدي هاي لا تقاس، لا تقاس بحجم الاستثمار، ولكن تقاس بحجم الأثر. هذه الشركات توظف اليوم أكثر من 12 ألف موظف بالدراسة الأولية، واليوم راح نقوم بدراسة تفصيلية، وأنا متأكد أنه راح تكون الأرقام أعلى من هيك بكثير. إيرادات هذا القطاع تجاوزت حاجز 100 مليون دينار، وأصبح قطاع حيوي ومهم. نظرتنا لهذا القطاع هو بأثره في الترويج للأردن كمركز لخدمات الإسناد المحلي، وبنفس الوقت لحجم الوظائف الكبير اللي عم بيقدر يوفرها خلال فترات قصيرة جدا. يعني احنا بنحكي 3500 وظيفة بال 2018، واليوم في عنا تقريبا 12000 وظيفة وأكثر. ف يعني هذا القطاع هو فيه إجابة لوحدة من أكبر التحديات الموجودة عنا، وهي تحدي البطالة وتحدي توفير فرص العمل للخريجين وتحدي توفير المهارات الأردنية للعمل لدى الشركات العالمية الكبرى من الأردن، يعني بدون أن يضطروا لمغادرة البلد. طب كيف يمكن اليوم يعني للحكومة ممثلة بوزارة يعني الاقتصاد الرقمي والريادة دعم هذا القطاع وأيضا توفير البيئة المناسبة للاستثمار فيه؟ يعني ما طبيعة الخطط التي سيتم وضعها؟ يعني احنا بتوجيه ورعاية سيدنا جلالة الملك تم وضع خطة وموجود مجموعة من البرامج لدعم هذا القطاع، منها البرامج الخاصة بمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف اللي بتديره وزارة الاقتصاد الرقمي، بوفرهم ثلاث برامج للدعم. البرنامج الأول هو برنامج لدعم الرواتب، ندفع 50% من قيمة الرواتب بقيمة لا تتجاوز 300 ألف دولار للشركة الواحدة. الهدف من هاي هو التوظيف خارج حدود منطقة عمان الغربية والانتشار في محافظات المملكة وتوفير فرص العمل في المحافظات، إلى جانب في برامج بتدعم خطط التوسعة والانتشار كمان إلى المحافظات الأردنية، وفي عنا برنامج بدعم منصات العمل الحرة اللي ممكن هذه الشركات تستفيد منها ويتحولوا في الإسناد المحلي إلى مفهوم منصات العمل الحر، وهي بتعطي مجال للانتشار الأوسع وبتعطي مجال فرصة أكبر للشباب الأردني يشتركوا بهذه المنصات.
واحنا بندعم وجود مثل هذه المنصات في الاردن. تم دعم هذه الشركات بالنسخه الاولى من برنامج دعم الرواتب اللي كان مفروض يوفروا من خلاله 960 وظيفه، خلال 6 أشهر تم توفير 1320 وظيفة تقريبا. برنامج توسعة الأعمال والانتشار تم الدعم بهدف توفير 760 وظيفة، وبرنامج واخترنا 22 شركة لهذا البرنامج، والبرنامج رواتب كان في 20 شركة، ومنصات العمل الحر في تقريبا 5 شركات تم اختيارهم بالنسبة بالدفعة الأولى، وراح يوفروا خلال سنة تقريبا 1250 فرصة عمل حر للشباب الأردني. في عنا برنامج تدريب الخريجين من خلال التوظيف بيوفر 500 فرصة عمل في شركات مماثلة لهذه الشركات وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات اللي تساهم الوزارة ب 150 دينار من الراتب كل شهر. كمان هذا استفاد منه تقريبا خلال 9 نسخ من هذا البرنامج 1000 شركة، وتم توفير حوالي 3500 فرصة عمل، تحول منها أكثر من 70% لفرص عمل دائمة. إلى جانب ذلك في عنا جهود اليوم للتسويق والترويج للأردن كوجهة للإسناد المحلي من خلال خطة تسويقية عالمية، ومن خلال إنشاء شبكة من الشركاء الاستراتيجيين داخل الأردن وخارج الأردن، وكذلك الترويج لهذه الخطط لهذه الحزم التحفيزية اللي تحفزهم لوجودهم في الأردن. بيهمني أذكر إنه إحنا زرنا مجموعة من الشركات سواء كانت العالمية المختصة بالإسناد المحلي العاملة بالأردن، أو الشركات العالمية اللي بتدير مراكزها الخاصة، أو الشركات الأردنية. وصراحة يعني شيء بيرفع الرأس المفخرة، واللي سمعناه من الشركات العالمية من ردود أفعال على نشاطهم في الأردن، يعني الحمد لله كانت التغذية الراجعة منهم عظيمة محفزة، وبنفس الوقت سمعنا منهم جميعهم تأكيد على أنهم رح يرفعوا من سعة مراكزهم، ورح يزيدوا عدد الوظائف اللي يستهدفوها داخل الأردن، لأنه نتائج كانت كثير إيجابية. وكانت شركاتنا الأردنية أمام امتحان صعب خلال كورونا، لأنه هذه الشركات واجهت صعوبات في بلاد كثير، وكانت استجابة الأردن لطلبات هذه الشركات سريعة جدا، وفرت الوظائف بشكل سريع، وبالعكس لشركات معينة استطاعت هذه الشركات الأردنية تنقذ الموقف بالنسبة لهم، وتوفر لهم مئات من الأشخاص بصورة سريعة. وإجانا رسائل كثير تشيد بقدرة شركاتنا الأردنية وشبابنا الأردني. طبعا الإشي اللي بيميز شبابنا الأردن بداية، يعني وهذا اللي سمعناه من الشركات اليوم، بداية بتحدثوا اللغة العربية، هم الأقرب للغة الفصحى، وبالتالي لغتهم العربية مفهومة للجميع، إلى جانب أنهم بتحدثوا مجموعة كبيرة من اللغات غير العربية بطلاقة وكمان بلغة مفهومة، وأصبحت وهدول الشركات مش بس بيخدموا باللغة العربية، في عدة لغات أيضا تخدم أخرى. جزء كبير من أوروبا. شكرا معاليك. يعني تمام حبيبي. إذن معالي وزير الرياضة والاقتصاد الرقمي السيد أحمد الهناندة، شكرا جزيلا لك.